كنتش نتصور اللي انت باش تخلي بيه وما تشهدش معايا، وانا اللي مستنصره بيك يا منيره هكا تعملي. كبرهاش يا سعاد، تعرف معزتك عندي، وقت اللي كلمتني في التليفون ما كنتش نجم نجيك المعمل على خاطر قلت لهم مريض وشد الفرش. اللي يسكت على كلمه الحق يتسمى وقف مع الظلم راهو، وما تبداش تفركس في كلام ما عنده حتى معنى. انت اللي شديت صحيح في حكايه الشهاده الطبيه على خاطر تعرف قداش ليمات هذوك ما احتجت لهم لاختي باش تلاقيها، مش باش نلعب. اي واحد في بلاصتي يعمل هكاك ما تعرفهمش راك، يدبروا لي اي سبب وطردوني من المعمل. ديجا المده الاخرى نحس في سامي لها بيه اكثر من لازم راهو. خساره كنت حطيتك في بلاصه الفوق، في بالي انت الراجل اللي باش نعيش معاه مرتاحه ومتهنيه. سعاد تحبني؟ عودها نحب نزيد نسمعها. تحبني سعاد؟ تعرف على خاطر الكلمة هذه نشهد ونزيد نشهد حتى لو كان ناكل خبز وماء. الحق الحق، حط روحك في بلاستي هكا تخليني يهشولي في لحمي ودي تفرج. اسمعني انت، نبه عليك النمره دي انساه، لا عاد كلمني للدور بيا، ما تزينيش اختك المهبوله باش تكمل علي انت. شبيك قايد؟ في قله حياء ما نعرفش من نجيبو فيها نمره تليفون. كي ما جيتش انت تعطي في نمره تليفونك للبنات، راه حتى وحده ما تطلبك عزيزي، وانت عامل فيها دونجيون زمانك. ما فهمتش كيفاش دبش هكاك. كي سبتك بيه شكون مات نظم في دبشك؟ هيا بيه اسمع، ما عادش نسال خزينه زيد بابا زيري، فهمت؟ كان عطاها بي راك تعاون فيا ديما، نعلم مسكينه كبرت يعني ربي بحالها، ما طيب انك اللقمه اللي موجهه ولي في قفاها. نعرف عليك انا تعمد لي بعد العمايه مالا شنيا تحت سقفك؟ حد شيء. فردة تاع شكون هذا؟
100% نتاع ريم. سعاد انا باش نلبس فرده عمري ما لقيتها في الدار. وريم شبيها مسانسه جيت تلبس حوايجها هونيا. شنو حكايتك انت؟ اقعد اقعد. اسمعني ماكش عاجبني راه انت لايمات يا خيط. يا اخي تحب تتبلى عليهم ونقول لك اي صحيح؟ ايش هو سعاد يا اخي؟ برا وشوفوا بعضكم تفاهموا وبعد ايش اكلمني؟ الفرده هذه عندها حكايه. اقسم بالله العظيم اقسم بالله كان ماكش باش تحكي لي اليوم دقتك في يدي فهمت؟ شنو سعاد انت ما تمشي كذا مريم بالك شفتها مع عند واحده من صاحباتها يا اخي. هاي نانا تعيط لك. ها مازال احتف معاك صعب ان شاء الله. هاي سعاد الفرده ذي متاعك ترى نشوف ذهب ايطاليا هذي بينا. قلت لك متاعك ولا لا؟ واه سعاد ما قلت ليش بيكي بربي متاع شكون لقيتها في الصاله. قلت بلكش متاعك سلفتها لك واحده من صاحباتك. خمزه شكون سلف الذهب هو ولا قالك عليا نهار كل وين ندور نتسلف؟ جاك تشوف فيا بربي زوز تبجيلات نحي واحده نلبس الاخرى حتى من صاحبتي ساعات يتمقروا عليا. يزي من الحديث الفارغ هذايا. تخبلي نسيت حكايه البروشه اللي لقيتها عندك المره اللي فاتت سالتك عليها. قلت لي هديتها لي هاجر ولا عطتها لي ولا شنو حتى ورجع حالها وبعد نلقاك ليله مخبيتها لي تحت حوايج السيف. فقت بيك راه هذه ما تكون كان هديه نتاع راجل. اقسم بالله كان يطلع من عندك الساقط هذاك. برحمه امي برحمه امي يزي اللي عاد تحكي لي فيها هالحكايه. علاه سعاد بربيش الجرح مازال تعبه راني شعمت لك. بيه سامحني يا شختي سامحني والله اللي قصت نوجعك والله سامحني. تلا غالب انا بيدي راهو يكثر عليا الشيء واللي ما عادش نعرفش نعمل وما عادش نعرفش نقول. كان انت تدخل بعضك ما عادش تعرفش تقول. مالاش نقول انا وعصام؟ انت منك ام منك اخت من قبل ما تتوفى ماما الله يرحمها. احنا نغلطوا وانت تصلح. مش كان ما جيتش انت وقفت لنا الله اعلم مش كان يصير فين. ماذا باش اخوانا بالكلامك هو. شوف راهو انت راهو وقت اللي نصيح عليك ولا نجرحك روى على خاطر مصلحتك. ساعات الواحد يبدا غاطس في الغلط لشوشته ما يفيقش بروحه. يبدا حاجته بعين برانيه يغزر بها تفيق. فهمتني؟ عندك الحق. الواحد يولي ما يشوف كان اللي زينه له مخه من بعد يفيق يلقى الحسبه كلها غلطه. تخبني انا ما غلطش. نتمنى نلقى شكون بجنبي ان شاء الله. حتى بابا هاو خلينا نمشي خلينا واحد. ساعات الواحد يكفيه انه يلقى عبد كبير وراه. مش مشكلة عزيزتي انا ما بعرف. ما تقوليش كهبت تعبت شوية. الجمعة اللي فاتت فقدناك وسألت عليك البنات قالوا لي انت مريضة. اعتقلت على روحي بالقراية وبر. المهم توا لاباس ورد بالك عاد ليك زمان ما عادش عليه برشا. لي بقدة ربي سافا. انا ماشي نعمل لي فوتوكوبي توصيش على حاجة. ماذا بيا ما بعد ما تتبع خليني نعمل من عندك فوتوكوبي. داكورد غدا نجيبهم الكل معايا. خويا تربثت دخلت بعضي ما نكذبش عليك ما نعرفش كيفاش طاحت لي. وزيد بالزهر سعاد ما هيش مسينسه راهو تثبت ما نعرفش اش بيها هالمره هيك.
يا خويا انا قلت لك من الاول هز ردمهم في ارضكم وتصرف خبيهم، ما تحملنيش انا المسؤوليه. باهي توا زايد الحديث، مش تقعد تبكي لي؟ يلزمك تعمل لها فيلم، هذاك هو الحل، يلزم الفيلم. ولا اللي انت لقيتها في تونس ملوح هزيتها ونسيتها، كيف جيت تبدل في السروال تحت لك من الجيب. ما تعرفيش سعاد انت، وقت اللي تخزر لي هكا في عيني وتقول لي يخزر لي اتكلم اش فما انت ربث وندخل بعضي نحكي لها كل شيء. انا هاي ما نكذبش عليك، اديش بيك خسايبها لعبه ولا شنو؟ تطلع للازرق ما يلزمها تعرف حتى شيء. باهي يلزم تقول لها هذيك هي الحكايه، لقيتها في تونس ملوح. اوكي باهي باهي، عارف انا الحكايه من الاول هذيا ماهيش مشتوفه الاخير. كان يزيد عاد صحيبك يجبدنا معاه في البحث هيك هوا عاد تبيلكنا. بونجور ريما، دابور اسمحوا لي. دابا ريما اسمي زين مغصص بيك، فينك يا اخي نفركس عليك؟ مفتش هلا وجو عليك؟ ثقلت على روحي بالقرايه تعبت شوي. شدلنا روحك توا باش نعملوا ريفيزيون هايله. في بالكم الاكزامان قرب، احنا ما حضرنا شيء البنات. مادامك ارتحت ايش نرجعوا للريتم نتاعنا؟ ايش هو حذايا للدار؟ علاه نجيب حذاك للدار يا اخي؟ ماكم مستنسين تحضروا في داري، شبيكم بدلت البلايص من غير ما تقولوا لي؟ حضروا حدكم البنات المره هذي، انا ما عادش نش. علاه؟ بقيت روحي كي نحضر وحدي خير. امان كريم مش بك تحكي معنا هكا يا اخي، مستنسين وانتوما وتحضروا. سامحوني تا عندي شكون باش نقابل. في الماشي يا باش نمشي نشوف الفور. استنى استنى نحكي وش بيك يا اخي. باي باي هجر. ريم بنيتي مازلت تحضر؟ مش قلت قالك الطبيب يزمك ترتاح وتبدل الجو؟ يا نانا اللي كيفنا ما يرتاحش، تي ما عادش نرقد الليل وان شاء الله ننجح. هاني عاودت العام اللي فات، تحبني نزيد السنين؟ نانا فماشي حاجه ناكلها هكا بنينه باش نموت بالجوع. فهم هذا اللي بيه؟ عطا نسخن لك المقرونه ونعمل لك سليطه تونسيه دلوك. يفضلك يا نانا. هذا الاستدعاء الثاني تو. اي جابوا عون امن وعديتوا للمحامي كيف ما قلت لي، مازال ما قالي شيء. وعدي باش يكلمني البارح، استنيت وما فما شيء. انا نكلمك نعطيك شفمه. داكورد داكورد بسلامه. وي ولوش نخسائر نخلي ولوتي بلاش نمشي ريستورون؟ والله فديت من هوني، نحس في روحي باش نتخنق بين هالحيوط كاينه باش تترشق على راسي. اسمعي نمشيو للبلاصه رايا نحكي شوية. علاش عندك ما تقول لي؟ تحب تقول لي كلمة حلوة؟ جاتني تفتوفة من الأرض متاعي، حبيت باش نخلص لك المبروك ما تحبش. وزيد ثم موضوع باش نحكي فيه معك يهمنا الزوز. داكوردو اللي تعمو انت مبروك، انت تأمر يا سعلي. لا لا سعلي ما تصلش بالكل. باهي باهي اوكي، سايس روحك انت مدامة. باهي بسلامة. مختارم سبا دولا لابس هاك رجعت تقف. اي اما شكون قالك لي نجاي اليوم الفاك؟ مش مشكلة كيفاش عرفت؟ تنسيش عيلة واحدة أنا. ريم حشتي بيك، نحب نحكيه شوي توا؟ ما نجمش، مزيد كي رجعت ويزمني ندبر الكور اللي فاتوني و وتهولي معنا ما نحكيه مع بعض. بيستا عارف انت عارف كده تهرب مني، أما أعطيني فرصة اسمعني اسمعني وبعد قرر اش تحب. منحبش روحت باهي ما نروحوش، نستدعاك نعملوا تحويسه ناكلوا حاجه ونحكيو. باهي ها
هاي جات سيدي. الله الله. تري بيان. صحة. يعطيكم الصحة. شوف يا زكي. عندي مدة وأنا أتبع في سيرتك، في حديثك، في طريقة تفكيرك، لقيت لي ثم برشا حاجات تجمعنا. أي نسمع فيك علي. عاد قلت علاش ما نقربوش أكثر لبعضنا؟ نحب نقابل الوالدة ونحكي معها، أما ماذا بيا نسمع منك أنت قبل. والله إيش باش نقول لك، أنا الحق ما نلقاش خير منك. اللي جيت تخدم معنا بدلت لي برشا حاجات في حياتي، وبصراحة مديت لي بنيتي. هذه نعتبرها موافقة منها. انت شو ظهر لك؟ شنو هو توا مش نولي وليداته؟ ما نعرفه كان بالفلاخي. ان شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب ونفرحك. والله يضع لي كلام ما عادش نعرف شنو نتكلم. ما خليت ليش فرصة باش نحكي. وين نقرب لك؟ وين نقرب لك تصدني؟ حرت شنو نعمل معاك؟ وهذاك علاش مشيت لسعاد؟ حكيت لها، فرغت لها قلبي، حبيتها تعاوني على الأقل. وقلت نعرف رأيك فيا في لحظة هكا تبداو متصارين فيها. مختار، انت ولد حومتي ومحسوب ولد الدار، مش من اليوم نعرفك. نحترمك ونقدرك برشا. عمري ما خممت في علاقة نجم تربطنا ببعضنا، على الأقل قبل. باهي وتو. فما حاجات الواحد ما ينجمش يجاوب عليهم بأي ولا لا. أنا في حياتي نحب نكون صريحة وواضحة مع الناس. باش نحكي لك بكل صدق على تجربة عشتها. أثرت فيا برشا، والتو مأثرة فيا. تعرف اللي أنا تو عمري 25 سنة. ويظهر لي ما فماش واحدة في العمر هذا ما عاشتش تجربة، سواء كانت فاشلة ولا ناجحة. مشي في بالها اللي هي قصة حب وبنيت عليها أحلام كبيرة، وظهر لي هذا حق. ولا حلال علينا حرام عليكم؟ ما عنديش الحق باش نحس حاجات كما هذه. شنو هي الحاجات اللي كما هذه؟ اش تقصد؟ على حكاية تخص صاحبتك بتاع الكهرباء قلت اللي عمل عصام مشكلة؟ مش معناه أثرت فيك وما زالت مأثرة. فسر لي يعني نحب نفهم. دون سوكا حكايتي باش تعبك ياسر، باش تقلقك أكثر من اللي باش تريحك. وزيد أنا حبيت نوضح لك حاجات باش مخك ما يهزكش لبعيد. يا ريم راني نحبك. تفهم إيش معناه نحبك؟ معناها ما نجمش نرى امرأة أخرى غيرك. وكيف ما نجمش نتخيلك عشت معها غيري. ولا حد حتى مسك. هوني راك غلط. انا نحكي لك على مشاعري. ما فهمتش علاش تحبني نبرقش ونزين ونغطي. الرجال الكل يعرفوا اللي نساهم قبل ما ياخذوهم، عارفوا رجال الاخرين قبلهم وخباوا عليهم. هم عايشين شيخين بالكذبه اللي مش مقتنعين بها. المهم يحسوا رواحهم لولانين في كل شيء حتى بالكذب. حبوا الوحده تقول لهم انا صفحه بيضاء، ما نعرف حتى حد من الرجال، كان خويا ولا بابا، حتى ولد عمي لي حاجة تضحك. ضحك؟ رديتها كاريكاتير الحكاية. ضحك بالعكس، حاجة تبكي. مش سهل الواحد ياخذ منك وقتك وعقلك وقلبك يتسلى بيهم، في الحلقة الأخرى يقولك باتون كومبليكسي متخلفي ما عندك سافوار فيف. عليه على خاطر ترفض باش تبيع كرامتك وشرفك. نعرف الكلام كيما هذا يوجع، حتى حد ما يحب يسمع من عند الشخص اللي يحب.
أما لا، لا يهمني أنك تعرف علي كل شيء، ومني أنا بالذات، خير من اللي توصلك حاجات غامضة. اختار، اختارنا من العاطفة ومن من الحب ومن، فما حاجة لازمك تعرفها عني. نحب نعيش، نحب فديت من الفقر، فديت حومك راهتها عرفتها، ناخو راجل لبس عليها حقق لي أحلامي الكل، عنده برشا فلوس و بطبيعة برشا فلوس، برشا فلوس وديار وكراهب وعباد تخدم فيك وصياغة ولبسة وحوايج وصفر. من بعد، من بعد والعاطفة وهذايا وين؟ يا ريم انت، انت تحب تعيش مع بانكا مش مع راجل. دعالي وقايت مروان. حتى انت يا جليلة زادر تسايس عليها المكينة، مشيش في بالك تراكتور عليها وخي شبيني. انا رجعت لي ثورة، اسمع الخدمة هذه راه ما دخلتهاش البارح ولا اليوم انا، والمكينات اللي قاعد سيادتك ترى فيهم الكل كلهم خدمت عليهم اي ونعرفهم. حلو. لا 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 لا، منير عنده الحق، انت تخدم بتصميم والعصب الكل تصبوا في المكينة. ايش قولك توترة؟ نستناك وقت الفطور قدام الريستوران تخرج طوله. ما زلت في طرف هالقماشة؟ قطعة واحدة ما كملتهاش؟ نستنى في مكان جليلة حتى شليل تتصلح، مش خلط علي القطع الأولاني. إيش يهمك فيها مكان جليلة؟ ما هو أخدم خدمتك وعديها الإلهام ولا أمال ولا أي واحدة من البنات. سيب الهوني. شنو هذا؟ دي هاي معوجة وحالتها حليلة. يا بدي عليه؟ قولي زاد القطايع هكا الكل. عليه مدموزيل ما هوش معوج وه؟ ثبت مليح وكل بس عليه. حتى انا مش اول مره نخدم مع الماكينه، وملي دخلت المعمل هذايا ما رجعت لي حتى قطعه. امان يا سعاد، على خاطرني انا قاعده نعاون فيك ونصلح لك في ديفوات. مادموزيل هذاك علاش انا راهو الخدمه تشد لي برشا وقت. شنو شنو الكلام هذايا؟ تقيموا ليك على شقتي راكوليا، علي الكذب؟ علاش كذب علي انا كذبه؟ تقصدني انا؟ لا لا تقصدني انا، تسمعوا فيها البنات شاهدين عليها كذب فيا. اجيو شوفوا بعينيكم الخدمه. هاي الخدمه اجيو شوفوا كيفاش مستقيمه. هاو هاي كم عوجه. شوفوا الخدمه كيفاش، شوفوا كيفاش خدمتها. ما قلتش مش خدمتها، شوفوا عايشة مش عليك انا. طيب 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 تضربني تشدوا عليها تحب تضربني يا بنت؟ ابعد عليها، اخرج عليها من هنا. قلت لك اخرج، اخرج عليها، اخرج. بيه هاني خارجه، شد تبليتك عندك. اسمع ماكش عامله عليا مزيه راه باش خدمني، فهمت؟ القسم بيد ربي يا لاله. يا مريضه برك تداوي روحك خير لك، سيبني انت. طيب مدموزيل ريض روحك ما تاخذش عليها، مهبوله راهي. اش تعمل انت هوني؟ مش شد خدمتك وانتوما تغزروا ليها. يا بنتي باش تفهم، باش تفهم خالط عليه الهون ايش تحب؟ يعني نحكي مع الراجل ترجع بعد الدرج هز الخيط واللي تحب تهز حد المجازة كامل بايش يطور كده. بخصني سامية تستاهل برش الماكينك. سعاد، سعاد، سعاد استنى شبيك؟ هاني خليتها لكم واسعة وعريضة برا برد عفاء قد ما تحبوا. يا سعاد شبيك هكا؟ تشبيك مزروبه يا سعاد؟ خلنا ناحيه طبيتي ونمشي معاك نوصل. اسمعني ثانيه، هذه المهبوله نتاعكم المريضه انا ما عادش نطبقها، راه كل يوم تعمل لي مشكله اعصابي ما عادش نجم. باهي تو نمشي ساعه في القدر تو جيت تطلب منك السماح. يا زيني يا زيني ما حشيش، ما عادش نحب نخدم فيه المعمل. يا زيني سي ما عادش. يا سعاد فهمني شو اللي صار، هدي روحك نسمعك انا تفهمني. سعاد ما نهديش روحك. يا سعاد استنى شبيك هكا؟ هاديه يا هاديه، هادية هادية مرتي.
مرتك. هاني حكيتك شنو اللي صار، ما كنتش نجم نزيد نعيش معاها اكثر من هكا. بالله يقول لي اما خير نطلق ولا نقعد كل مره نتوهم اللي انا عايش مع امراه ما تربطني بها حتى عاطفه غير انها بنت عمي من لحمي ودمي، وما نجمش نلوح حتى وقتاش باش نقعد هكا، حتى لين نتخنق نعدي الليل الكل وانا نخمم في حياتي البارده اللي من غير عاطفه من غير محبه. شكون نفسك على كرش كنا زعما عليك؟ هذه حكايه طويله برشا مش لازم ندخل في تفاصيلها تو. المهم انت سعاد ما نحبكش تاخذ علي فكره غلطه، محبتي ليك راهي ماهيش نزوه عابره ماهيش كذبه. انت لقيت فيك روحي، لقيت فيك حياتي. يزي الكلام هذا كله زايد. كان من الاول حكيت لي على حياتك وظروفك يمكن كنت نقبل. خليني انا وحدي نختار حكايتي معاك. عليه هكا؟ عليه شو يقولوا علي الناس انا اللي يشوفوني معاك وانت يعرفوك معرس؟ شو باش يخموا عليا؟ منين باش يفهموا انا شو نحس معاك ولا انت شو عندك معايا بالضبط؟ خسارة، كنت نغزلك بعين كبيرة. تعرف ندمتني على كل دقيقة عشتها معاك. سعاد يا سعاد، في نهار واحد نخسرك انت والخدمة، مش نحسب روحي عمري ما عرفتك ولا قبلتك. ايوا انا راني ما نحبش الفضايح، طول عمرنا واحنا عايشين مستورين والحمد لله يا رب. باش نقولهولك انا الكلام قبل ما يقولوهولك البراينين، راهو علي مش عاجبو دخولك وخروجك على بنات. قلت له انا راهو كي بخوم وراهو انا غالب يا حاج. صدقني ما خلتليش الفرصة، كل ما نجي نكلمها على الموضوع تنقص تحكي في موضوع آخر. هاو مرضى تريم، هاي خدمة عم علي، هاو عصام، هاو درشنوها، هاو درشنوها. نعرفها عمرها ما تظهر، طول عمرها من اللي هي صغيرة وهي اللي هي بخوتها دوب هكا ما تقع مشكلة ترمي روحها هي الأولى. لا يا أخي، معاش عنا محامسة ديريا، قلبت الكوجينة وما لقيت شيء. خنقوا من زغر. يا للا كي سبتك باش تطيب لنا الليله، يا للا بي مشكون مات. اقعدوا للجوع نجي سعاده تحن عليكم. الحقيقه بنيتي نستناو سعاد حتى تروح. تحب ناكل لقمه بنينه، ما تحبش تبان بيس نتاعك. امان يا نانا، انت توا تمشي لبيتك اقرا على روحك. بر نمشي نجيب لك كويس تي من على عبد اللول وعندي ما نحكي لك. سي عصام غلب علينا في هالدار، وليت له بيت وتيل. انا ما فهمتش فين يغبر. تعرف اليومك الوليد جمال لمح لي على سعاد، والله يعجبني ولد اصل. جاني عيان قبل ما يكلمها هي. شنو رايك؟ رايي انا وش خص يا نانا، ياسر متربي ونس مليح ولد عمنا يهبل. تعرف نانا محبته لسعاد من الصغرى مش من اليوم. راهو كان ما يحب يقعد كان حذيها، يبدا يسال عليها، ما يحب يحكي كان معاها. يا نانا واش خاصك نعملوا فرح في هالدار؟ يا الزينه من الكبي والقينيا فدينا. شوف دوب ما تدخل نحكي لها. يا خويا مازلت خايف من كذب شريك، ما تعرفيش راهو سعاد اذا شدت صحيح في حاجه زايد توصل لها. يا اخي شو بتردها سعاد؟ انت اللي تجي قدامها تولي مرعوب وتحكي اللي عندك الكل.
بلاصتي، مالك كان جيت في بلاصتي مال بيك المصفي عرعر وامك منها تخرن وخلي عاد رشيد عامل لي فيها راجل تقولش عليه مخه يوزن بلاد. ورشيده ما قال حد لحد، اليوم شي تلبش ناحي الجبس تضرب ضرب وزيد تقف تحكي، زيد تضرب ضرب اخرى وزيد تقف تحكي، تصدقني للي كرهتني في روحي. يا هيثم انت راني نتبعك ونندم ونقول كيفاش عملتها هالعمل امبوسيبل، راهو كان جيت وحدي نعملها العمله ذي يعني. ولا خاطرني كيف نسكن في مخ عبد تدخلوا للغريق وهو يضحك. اي يدي شبيك شبيك جاي دور هك في شويه في انا راك خارج تعيش البر، ولا قول لي عندك الحق انت هذه تقولش عليها تراكس. تعرف يظهر لي ذاك هو حلها، واحد يفسع ويخلي اهل البلاه في بلاها، حتى صاحبك رياض كان حكي خلي يحكي زاد. بنيت عصام جا ولدي ركس الشريك على راسك ومن الزنقة الزرقاء وبالقهوة قهوة تلوج فيه لوج علي ونروح بيه تغشش علي من بعد نرضى علي شي ما يعوضك مت أمي ولا بابا. سليتش عن بيه تو عليه الصلاة والسلام هذاك حكم ربي خافتك صغير ترسم تعبه في جرته كله تعب يعد الماشي اما تعب اهون من تعب نتعب ربي في ولدي ونجري عليه نتعب كل مره نشوف امراه ترضع في صغيرها ونتلبس له في حويجه باش يمشي للمكتب شنو هو عاودنا رجعنا وقلنا نساوي الحكايه ونسلموا امرنا لربي. هو عندك ولاد الحومه كيف ولادك افرح بيهم وبشبش بيهم وفك عليك من حكايه الفارغه بتجيب حتى منفع. عليه الصلاه والسلام. تعركت انا وكسامي رميت لها على خليقتها طبلي وخرجت لحش نحمل الظلم يزيني يا خويا القسم بيد ربي طال مشي فركس خدمه اخرى يعني. خير من الاحسن نشوف بلاصه اخرى ما دام لقيتش راحتك هكا كلم هذاك منير ولا سميه ربي يشوف لك خدمه ما عنده هكا معارف. لا لا منير ما عاش في تونس رجع لبلاده. يا لطيف ما الازهر قل عرضتك شي نانا تاو ما حكيت لك شيء بربي يزيني من حكايتها نانا إجا عندي ما نحكي لك إجا عندي ما نحكي لك وانت تحل الصورة تلقى خيط. لا لا المرة هذي باش تحل الصورة تلقى جمال ظهر لي حاط عينه عليك. بربي فك علي مرجال قتش كرهتهم. قوم سلم علي. بابا اش بيه زيد؟ وا بوك جي قوم بوسو منه ومنه قولوا مرحبا بيك شنو اش بيه؟ هاي يزرب عشو يلا. صار 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 فينا صار فينا صار فينا من بعدك يا علي صار. اش تم اش تم ان شاء الله خير. هو توا الحمد لله يا ربي كل شيء تعدى وفات و أما ريم ريم صار فيها ريم صار فيها خليني خليني نتكلم. تتفكرش سعاد أه؟ وقت اللي كلمتك وقالت لك إيجا وانت قلت لها ما نجمش وقالت لك راهي ريم مريضة وعندها برودة خايبة يا سيدي طلعت ما هيش برودة. شنو ما خدمت 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 باليد والساق وهزينها للطبيب الأول والثاني والثالث سيدي رصعت عند طبيب أعصاب. يا نانا يا نانا يزي من التهويل والله اللي بابا شو هكا شوية تعب بتاع قراية وعيني عيني قلقوني المدة الأخرى. يا أخي شبيها عينيك بس أنسى تقلق فيك برشا. أي ياسر تعبت شوية هكا وراسي ولا يوجع وكل يعني يعني راهي تبقى تصيح 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 قبب أنا وسعاد وما نجمناش راهي تهز مخدة وترمي هكا طول على وجهي شحال أنا جابتني مادة طولي
يقولوا من كثرة القراية وليدي تعبت تعبت ياسر. مرضى دراش اسمها بالسوري والله ما نعرف درسنية. لا إله إلا الله. الأيامات هذه كل وانا نحس في روحي متخلخ. أما الله غالب خبز تحبك. هي وانتي ماكش تقرا في الطب؟ ما عندكش الحق في مرايات بلاش؟ ليه بابا تمشي للسبيطار تعدي ويعطيوك قديش نقص وكل هاك اوردونونس وانتي تتصرف. عديت مدة في الفرش حتى سعاد خديت كونجي بالدم تلهيت بها الحق. والله ايه اخوك اش عامل؟ بداش يخمم في خدمة على الاقل. كي العادة هذاك المقرص هذاك المعجوب هاك نهار كامل هو هامل مع ولد صاحبك ولا شكون؟ شكون ولد منصف؟ اما لا شكون؟ نهار كامل هو البر ما يروح كان عقبة الليالي والله ساعات ما نشوفوش قليل هكا نص النهار الراه. هذا زعم اللي نوصي فيه باش يرد باله على اخواته. اما زايد زايد واحد باش يوصيه ضايع. على كل حال انا دبرت له خدمه غادي راس الشهر باش يشد بلاصته. والله كل وليد جميل يعطيه الصحه احن منه على البنات. كل يوم يجي يسال ويطل ويشوف نقصينش حاجه نستحقوا شي حاجه ومنها يروح. والله وليد وعليه الكلام تقولش عليه ما هوش ولد خوكك المكبوب. بابا هاني ماشي انا توا الفاك ديجا ضيعت ساعتي ان شاء الله نقطع الكورتا على 10:30 مشيش كي نجي من نلقاك شهون. صباح الخير. ما تخدمش اليوم؟ ليه تعبة شوية حبيت نرتاح. هيك قمت بكري. العشرة غير أربعة وقيت نمشي نقري خويا رشيد. رسمك زيد درشي سعاد هاني تشوف فيها نجي باش نحكي معاه نحشم بصراحة. يا رشيد املى يدك منها قبل تصور عمك علي يوافق تفرح انت وداركم وبعد جهي تقول لك لا ما مش تولي مشاكل بين بايك المنصف وعمك علي وهما عايشين حياتهم كاملة أكثر من الأخوة. ما نجمتش نحكي معاها طول النهار وأنا نجري ورا الحانوت وهي في المعمل وقتاش باش نحكي معاها في نصف الليلة حتى كيف نتقابلوا في الشارع تسلم وتطبس راسها وتهرب تجري. شوف خويا رشيد انا اللي عندي قلته لك وانت تصرف. اش تنتصرف مادام انت قررت ولقيت بني تهلال في عرض اللي نامين برا. انت ما عندي مشكله اخرى مشكله الاولاد يا منصف كيفاش انا باش نقول لهم وكيفاش هما باش يسمعوا الحكايه ويقبلوا. هذا كان قبلوا المهم لازمك تعرف كيفاش تحكي معهم وتقنعهم وتفهمهم بالمعقول. هذاك علاش انا جيتك باش نشوفوا حل مع بعض. انا ماذا بيا لو كان انت تحكي معهم الحكي. يا خي علي اعفيني من الهداري هذه ماهيشي والله. رشيد رشيد جبت لك خبير. قلت ما عادش تخلي بابا وحده. ماهوش وحده معاه عم علي. عم علي بحذا بابا جاو باش يعرس. شكون عم علي؟ ريت بربيك الخماط اللي باش يعملها في دارو شخم علي فك العمر قايم يستحسن. وانت منين ليك هالخبر؟ انا سمعته يحكي لعمي منصف سمعته بوذني. اجا هوني وين ماشي؟ ماشي بحذا عم علي. يزي يا ولدي شبيك انا الوحيده اللي في بالي بالحكايه تحب تشومها على راسي. وانت شقام عليك حرقك الحليبه وانت تحب بيتك هوني. هاي يعني خارج بدوين نوصل الوراق نتاع الطبيب توصي شي حاجه من تونس غير ما تبتاش ما نعرفك تلقى الفرمليات تدورهم بيك وتبدا عاد تسيب في الذمار نتاعك. يا حشم ما حشم على الاقل قدام سعاد. هاي بيه هاي بالسلامه سعاد. بالسلامه. هاي مالك كيفاش احكي لي؟ ما تتصورش قديش ترعبت وقت اللي عرفته معرس. حسيت روحي تقوش عليه مع راجل عمري ما عرفته خفت منه. هاك الراحة والمحبة اللي كنت نحس فيها معاه الكل هذيبوا في لحظة. بالطبيعة يا سعاد على خاطر انت كنت تخزله بعين كبيرة وقت اللي حكي لك على دنيته وحكاياته
ظهر لك في التصويره انت ما تحبهاش وما تتمنهاش في راجل تمنيت باش نهار من نهارات باش يكون راجلك. ندمت، ندمت اللي قربت منه، ندمت على كل لحظه عديتها معاه. مش ندم، مش ندم، احساس اخر اخيب واقوى. ما فماش علاش تندم، ورد بالك نهار من نهارات تندم على حاجه عملتها ولا عشتها. يا بخيتو هو اللي غلط راهو، ما خلالكش الفرصه باش تفهم طبيعه العلاقه اللي بيناتكم. هذاك اللي شواني انا، هذاك اللي شواني. الحكايه ذي لازمها تموت. قداش تحب لي باش ننساه؟ يا ربي ما يزينيش همي انا، بابا ملوح وحده في الشارع، احنا مشتين كي ولاد الحجله، وزيد تطريتي من الخدمه زاد كملت على ما بيا. لا لا عاد يا سعاد، عاد نعرفك تصبر ورزينا برشا. فديت يا رشيدة فديت، كان نلقى نشعل في روح النار ما عادش ننجم. واه يا بنتي صلي على النبي، توا هذا انت اللي تقول الدنيا فيها الباهي والخايبه؟ هكا تضعف سعاد؟ هيا عاد هيا عايش اختي، هيا يحلها ربي. الو، عسلامه. عسلامه سي منير. اي متغشى مني. اي تعرف هذه مش حكايه متاع تليفون، نجمش نشوفك. لا لا سامحني. اي عندك الف حق، عندك الحق، سامحني ما خممتش في الحكايه. اما تنجمش تقنعها تجيب حداك نكلمها الان. سيمونز صار الهواء كويس. سامي مختار قبل عمي. عمي يحيى يحيى بالحق، ما عليمش عاودي عاصمه الاخرى. شومي 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 بالحق. خوتي سمعت يشومي، الله لا يفضحنا. ليش نفضايح تو؟ ها وانت منين ليك الحديث هذا يا اخي؟ تتلصص عليا وتنسنسي عليا وعلى حديثي مع الناس. مش نتلصص يا ما، انتما تحكيوا بالقوي يا اخي، وصلني الكلام اخي. مش بالعاني ولا مرت عمي. صار هي الحكايه بالمجد، ناري على وليداتي باش يجيبوا لهم امراه مرت باب طرت مره لهم عيشتهم. عليها يا مرت عمي الحديث هذا، بالك قطع الاسمليح. رفت عليا انت، فما مرتبونة سمليحة. اللطف يا ربي، خالتي نجا مازلت كيف ماتت، ماشي ياخذ عليها في امراه. يا ناري على سعاد، اش باش تحس كيف تسمع مسيكنا؟ امل الراجل مازال كي حط رجله في الدنيا، المراه الله يرحمها في حياتها لا جوعها ولا حوجها، وحتى كيف مرضت اصرف عليها اللي وراها واللي قدامها، وتوا كيف تفكرها ربي؟ ما هو يلزمها يشوفوا نيس الروح. اش بني انا كيف مات المرحوم؟ ماني مت معاه وربيت صغيراتي، الراجل راجل تبارك الله، والمراه مراه. ملا شكيت ولا بكيت ولا طلبت ونيس. لا عاد قلتي لنا رانا خذينا لك راجل قمقوم تكملي به حياتك. انت المرحوم كليتي لها راسها في نهارين، انت يلزمك جن ولا جادور، فماشي ما يهدك. اسكتي برك. صلي على النبي يا عم المنصف، يزمعوكش دول يخطبوا فينا زاد. ها تذومر، اسكت علي انت. واه شبيك بابا؟ ماكش تسمعي فيها الفردك متاعك؟ هاي يا سيدي بالله إلا زدوا فيها ضرب، هاي الكل اخرجوا عليه. قوموا منجم. كل واحدة تشد دارها. صلي على النبي يا أخي. والله بابا يا والله صلي على النبي. والله يا أخي لما عيب عليك يا منصف، والله عيب، ما يعملوش كيما هكا ما يكبر في دارك كان يقرع. باهي والله. بلا سوربريز يا بابا محلاه، وزيد الجاي هذي ما كناش نتصوروها بكل. تصورش قداش تمنيتك تكون حدايا المده الاخرى. هو في الحقيقه كلنا توحشنا، والله ما خيبه بلاصتك وما وحشها. يعيش بنتي، ربي يفضلكم ناناتكم. هي معوضتني ولا اكثر. ربي يعلم، هذوكم وليداتي، نحبهم ويحبوني، ربي يفضلهم. اما يا علي بلاصه البو حدها راه. طبعا البنات على ابواب عرس والخطاب بداو يدقوا في البيبي. اوه يا نانا، شو دخل العرس في حكايتنا تو؟ شنو باش تدخل العرس في حكايتنا؟ ماله؟ ما نفرحش بيك انت واختك؟ لا لا نانا، كانك علي انا ثنيتي مازالت طويله، انا مخي الكل في القرايه. توكي نكمل وقتها خلينا في العرس. وانا حكيت العرس هذيا ما تخموش فيها، انساوها جمله. هكا. سعى رشيد ولا يبي؟ ما عندي ما نقول فيه. عاقل ومتخلق ولد فاميليا. بابا الحق نتاع ربي، رشيد كيما خويا. ايوه قلبها يا شومي ما ركحش عليه، ما قرش عليه. شنو سبحان الله، نفوس القلب وما يريد. شنو
شوف يا سعاد، هذا مستقبلك وانت حره باش تختار اللي يفهم كل قدرك. عايشك بابا عايشك. ديما تخمو في الناس الكل وتنسوني كان انا. اللي عايش ولدي يا للي حبي عرس يا وطيتي يا للي احني بالمرحومة ما زال بيسنيك يا بابا. بايه يا سيدي ناخدو لك امرأة باش مش تعيشها يا بابا بالهواء. يعطيك دودة يعطيك دودة يا وخيتي. لا مش حكاية عرس راه بابا، انا لقيت حل لحياتي باش يرتحني من البطالة. ايوة ربي سمعنا عن الخير. شنية زادة الهدرة الجديدة يا ريم؟ مش هدرة راه بابا، انا قررت نمشي لايطاليا، نمشي نخدم على روحي ونكون مستقبلي ونعاونكم انتوما زاد. شنيا قررت؟ شنيا شنيا حكايه السفر هذه يا اخي؟ على شهادك ولا على قفطه الدبلومات اللي باش تهزها معاك باش تخدم بيهم غادي؟ لا قرار هكا. شبيك سعاد؟ الراجل يعرف اش يعمل. بربي قول لي اخي، تخيلها سهله الدنيا غاديه يا سعاد؟ تشترى ولاد الحومه مشاولها ايطاليا، لا عندهم فلوس لا عندهم دبلومات لا عندهم شهاد لا عندهم حتى شيء، كونوا رواحهم وجابوا البانيولا زاد. اسمعني عايش بنت، هذوكم الله اعلم شكون عندهم غاديك عاونهم وحللهم اثنين، والخدمه اللي يخدموا فيها في بلاد الناس انت في بلادك تستعار بها. ركز ركز يا عايش بنتي، ليزي بلا ما جايين. عندي مدة على قاعدة كيما هك، والله يعطيك الصحة بابا على هالفكرة. هذه يا سيدي فكرة أمك، قالت تحب تبدل الجو. زيد احنا عنا مدة ما قعدناش مع بعضنا ثلاثة. زيد اش نحتفلوا؟ بخبر حلو. خبر حلو؟ خي عيد ميلاد شكون؟ احنا ثلاثة مولودين في الصيف. باش نحتفلوا بخبر خطبتك. خطبتي مشكو؟ خطبت لك نوال بنت خالتك، وما تقوليش لا، انا نعرف مصلحتك. سامحني امي، ما ثم حد يعرف مصلحتي بخلافي، وما ثم حتى حد من حقه باش يتدخل في حياتي يختار المرأة اللي نحب عليها. فهمتك، مش قو ساكت عليك معناه ما في باليش. دار عمك كلاولك مخك، لقاوك عاقل ما تغير حد، يحبوا يتلهثوا عليك. دار عمي ناس محترمين، وبنات عمي عمرهم ما كانوا بهالمستوى اللي تحكي عليه. ناس حد وحد رواحهم، عمرهم ما طمعوا في حد ولا مدوا يديهم لحد. بالعكس، نوال هي اللي مقلقتني، طلعت لي روحي، مفدتني. نهار طول وهي تكلم، الو وي عسلامة جمال نخرج نتعشاو، الو وي جمال نخرج نفطروا، الو وي جمال شربني حاجة. جمال، هذاك السينما يعملوا لك فيه. يطمعوك ومن بعد يتلهثوا عليك. كما قالت امك. سمعني بابا، لو كان جاي الكلام اللي قاعد تقول فيه صحيح، راهو عمي عمل لك برشا مشاكل وقت اللي فكيت الارض. انا ما تبتش في بالي بكل شيء، ما تم حتى شيء يتخبى. انا ما فكيت حتى شيء، كل شيء مصح في البلديه بالحجه والطوابع، اما العيب في انا اللي فكرك في مستقبل ولدي. عصام البارح ليله كامله هو يتفرج في التلفزه دي نوفيت هكا ما زرقت. احسن احسن اقعد.
عندي موضوع نحب نحكي فيه معك. ماذا بيت تسمعني مليح وتفهمني. ان شاء الله خير. شوف، امك عندها مده ملي توفات، وانتم تبارك الله كل واحد شاد ثنيته وبقدره ربي الدنيا مزيانه قدامكم. اما انا مانيش باش نعيش عمري وعمر غيري. اش فما؟ اش بيك مريضه؟ ما تتصورش قداش الوحده تقتل. تو رجل في عمري عايش بين اربع حيوت يا رسول الله، لا حد يكلم ولا يحس بيه، اولادي بعاد عليا. نعرف بابا عندك الحق، وزيد جربه هذه اللي عنا فيها لوالي لا تالي. على الاقل كان جيت تعرف ناس تمشي بحذاهم، تقعد تقصر شويه الوقت. هلا غير الحمد لله اللي فهمتني. انا نعرفك ما تفهمني كندي. والله يا بابا حاسه بيك من الاول، اما الظروف حكمت. شوف توا برا امشي ارجع اختم على روحك، وايامات اخرين توا يخلط عليك عصام، منك تدبر له خدمه منه يونسك. انت انا اقول لك وحدي وانت تقولي عصام. اش تحبنا نعملوا بابا؟ نسكروا دارنا نمشيو نعيشوا بحذاك؟ حتى احنا زادا وحدنا. هنا متحملين غربتك، ونقول والله غالب هذيك ظروف خدمته. ولا هذه عيشه؟ انت في برا واحنا في برا. بابا علاش ما ترجعش لتونس وتدبر خدمه لهنا؟ راه ما تصورش قداش محتاجين لك. وانا بصراحه تعبت منها هالمسؤوليه، مني يوم ومن اختره. ظهر لي كل شيء على عينيك. اش تحبني نعمل اكثر من هيك؟ شوف على الاقل احترموا ظروفي يا رسول الله. انا ما عادش نجم نعيش من غير امراه. امراه؟ بابا تحب تدخل علينا مرتبوه؟ وانا من قبيله نحكي لك ونقول لك عندك الحق وذيك ظروفك، تحب تلزني باش نقول لك اي يلزمك تعرس؟ سعاد امك توفيت الله يرحمها، ما عادش ترجع. اي شنو نعملوا؟ نزيدوا قطعوا تصويرات ونحطوا تصويرة امراه اخرى؟ بابا ساعات الواحد راهو يلزمه يرضى باللي كتب له. معناتها انا غلط؟ ها عنده الحق السيد اللي قال لي برا باش يعرس، وكيف يسمعوا يلقاو واحد مقدم الامر الوقح. شكون يشبد على العرس؟ ها وانا بنتي تو ما عنديش العا. عليانه يا نانا عليانه، بابا مازال شد صحيح في رشيد. تكون شي انت يا علي اللي ناوي على العرس.